عاملين ايه؟ متسوبيشي باجيرو زيرو؟ عندك متسوبيشي باجيرو زيرو؟ لا انت بتكدب علينا، ودي مش زيرو، لا والله دي زيرو 2022. متسوبيشي باجيرو ياباني وارد الامارات وخلصت جمارك، العربيات زيرو يا جماعة، كأنك بتشتري من الوكالة بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا عندي كل الالوان، فراني، شامبين، موكا، اسود، ابيض لؤلؤي، اللي انت عايزه موجود، اللي انت عايزه موجود. من جوه ادي العربيه من جوه، يا اللي بتشكك في قدراتنا وبتشكك في قناتنا وبتشكك في مصداقيتنا، تعال بنفسك وشوف زيرو 2022. مقع عينك كده، متسوبيشي باجيرو جي ال اس 3800 اس يو في 4 دبليو دي 5 دورز زيرو. متسوبيشي باجيرو موجوده فين؟ في معرض سيارات عبد الله في 30 شارع احمد عرابي المهندسين بجوار بيتك. وبدل العربيه 10 وبدل ال 10 100 في المخزن. تشرفنا وتنورنا يا اللي بتنتقدني وكمان بتقول لي ازاي انت عندك زيرو. وسامحوني على الطريقه اللي بتكلم بيها، لان هو بيفرسني بكومنتاته كل شويه. طبعا العربيه دي من افضل العربيات على الاطلاق، وكان ليها صيت جامد جدا قبل ظهور بقى اللاند كروزر في مصر والباجيه والرانج روفر والحاجات دي كلها. العربيه دي كانت عربيه رقم واحد بجوار الجيب طبعا، الشروكي او جراند، كانت رقم واحد في البيع تمام. وكانت الناس رجال اعمال بيتفشخر ان هو عنده باجيرو. العربية دي مظلومة بجد حاليا، وفي ناس كتير قوي ما تعرفش ان احنا عندنا باجيرو زيرو. فارجو كل اللي بيشوف الفيديو ده يعمل شير، شير يا جماعة لأوسع نطاق، الوان كل الالوان متاحة، عربيات بدل العربية 100. انا بشكر كل الناس اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوني، وكمان كل يوم في مشتركين جداد، دول بيدل على ان في مصداقية في القناة. القناة بتعرض محتوى بجد، مش محتوى هلس تمام. وسامحوني على بعض الفيديوهات طبعا اللي هي خاصه باي حاجه بقى، حاجات بتضحك، حاجات فيها محتوى نسائي، حاجات فيها معرفش ايه، ده كله بس علشان بعلي الريتش شويه في المشاهدين، لان في مشاهدين كتير قوي بحبين التنوع والثقافه المتنوعه. فانا في فيديوهات كده بنزلها عشان تجيب 10,000 مشاهده، 50,000 مشاهده، مليون مشاهده تمام، من الفيديوهات اللي بنزلها التانية. لكن المحتوى بتاعنا طبعا هو محتوى السيارات قلبا وقالبا، اي حاجه تانية بتبقى على سبيل الفكاهه. وارجو ان الناس ما تزعلش مني، شكرا ليكم ولكل حبايبي واخواتي اللي بيعزوني بيقدروني بيقفوا جنبي، ودايما بيكونوا اول ناس واقفين جنبي في الاشتراكات. انا بشكركم جدا، وكمان المعرض طبعا ما يتوهش في 30